هذه القافلة الطبية اللي تنظمت على مستوى جماعة ترابية، جماعة تغجيجت وجماعة أسرير، واليوم جماعة القصابي لمدة يومين. الفئة المستهدفة هي تلاميذ المتمدرسين، تلاميذ ديال المؤسسات التعليمية، واللي تقريبا شملت أزيد من 1700 مستفيد ومستفيدة، واللي إن شاء الله سيتمكن الطاقم يعني طبي وتقني من أنهم يوفر لهم إن شاء الله نظارات طبية اللي محتاجين لهذه النظارات. الأجواء اللي مرت منها هذه القافلة الطبية أجواء طيبة، استحسنوها يعني جميع المتطوعين، وكان إقبال كبير وكبير جدا كما شاهدتوا معنا ديال التلاميذ وديال الساكنة، واللي استبشروا خير من هذا النوع من المبادرات الاجتماعية. القافلة الطبية اللي امتدت عليها مدى يومين واللي كانت تهم 1700 مستفيد على مستوى ثلاث جماعات، والحمد لله الأمور على ما يرام بفضل الدعم ديال السلطات المحليه، بفضل دعم الداعمين طمو اوبتيكاليه والساكنه المحليه، ونتمنى ان شاء الله هذه المبادرات تكون اول مبادره في مجموعه المبادرات المستقبليه بالشراكه مع كلوب روتاريغو الميم الذي يحتضنه كلوب كازابلانكا اتلانتيك. ان شاء الله هناك مجموعه من الاعمال الاجتماعيه من غير المستوى الطبي على مستوى التربيه، مستوى البيئه اللي كنخططوا لها ان شاء الله في المستقبل القريب. انا كنقرا في المستوى الخامس الابتدائي، ودرت عندنا واحد الحمله في الثانويه ابن خلدون في جامعه القصابي تكوس، ودوز على عينينا وكنشكرهم كاملين وعطونا نظاظر وبقاو نركزوا شويه على القرايه، واخا كنا اللور الطاولات نبقى نشوف الصبور. وشكرا لهم. ساكنه في القصابي والمدرسه ديالي تاكست القصابي وجايه عند هاد الاطباء واستفدت بزاف منهم، وشكرا دوزوا لي على عينيا وعطاو لي المتاضر واستفدت شحال من حاجه، شكرا. واليوم جينا عند هاد الاطباء وعطاو لينا نظاظر زوينين، وشكرا لهم. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.